Buona, soffice. Shisha, che duffo il fumo. Buona. Buona colazione a tutti. Dente. Mangia davanti di là, no? Questo è il mio. Tu mangi qua. Non capisco che ti accogli a me, no? Ciò fu che ci ha fatto era di l'ftor, ciò. Che ci scisce, che duffo il fomento. Com'è Giacomo? Buono, soffice. Ora te va bzzef. Va bene per la Ciò? colazione. Che sono caissato a terras. Useria! Ciao a tutti, buona colazione. صح افطاركم خير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفطيرة سريعة بالزربة، كتوجد ملي كتنوضوا معطلين بلا ما تبقاو لا تسمنوا لا تبطبطوا لا ديروا حتى شي حاجة. المهم سريعة في الاستعمال ديالها وفي الطهي ديالها وكل شيء. انا دايرة المقراش دابا كيطيب، ها هو هنا المقلة، ها هي حطيتها هنايا على بال ما يطيب ليا المقراش ونعمر عتاي، ها هي موجودة صافي. يلا خليكم معايا غادي نبداو على بركة الله. بسم الله غنبدا بالدقيق هو الاول. ها انتوما بسم الله، معلقه واحده جوج ثلاثه، انا نعبر لكم بالمعلقه باش غادي تعرفوا حتى انتوما. اربعه خمسه سته المعالق ديال الدقيق، ديروا الدقيق اللي بغيتوا، انا كندير هذا ديال القمح هكا بغيت على حسابنا. دابا غناكلو دابا وصافي، يعني ماشي غادي نخزنها للغدا ولا العشيه ولا شي حاجه، يعني غير الفطور صافي. اوكي بغيتو نتوما كنتو كتار كتضاعفوا الكميه، كنتو غير ديروها لوقت اخر كتزيدوا في الكميه. غندير واحد شويه ديال الملح هكا، وغادي ندير واحد شويه ديال الخميره ديال الحلويات بيكنج باودر. هانتوما شوفوا معايا، هذا تقريبا معلقه صغيره مع مرش مزيان. وغادي ندير السكر حتى هو هكا مع مرش، حتى هي واحد معلقه صافي. هادو هما المكونات الناشفه. وغادي ندير هنايا عندي معلقه كبيره ديال الجنجلان، وعندي واحد شويه ديال النافع، وشويه ديال حبه حلاوه. هانتوما غنوضفهم نضيفهم هنايا وكنخلط دابا كلشي. هادشي هكا هاد الناشفين بوحدهم. دابا غنزيد عليهم الزيت، زيت الزيتون ولا زيت نباتيه اللي بغيتو نتوما، انا غندير زيت الزيتون. هانتوما جوج، هاد التالتة غندير ثلاثة المعالق ديال الزيت، وغندير واحد شوية ديال الزبدة، ها تقريبا معلقة صغيرة عامرة ديال الزبدة صافي. كنضيف كلشي هنايا، غادي نجمع دابا المكونات ديالي. غندير واحد شوية ديال الزعفران، تعجبني النكهة ديال زعفران كناكلو. المهم كنستعملو ملي كنديرو في اي حاجه تنستغلو، ماشي تبقاو خازنين وديروه على الدجاج محمر ولا غير داكشي الاخر ديال بلدينو. ها وغادي نبقى دابا ندخل هاد الزبده كندوبها وكندخلها في هاد الدقيق هي والزيت، حتى غادي ندخلها مزيان في هادشي كله صافي. هنا انتم شوفوا معايا كيولي هاد الدقيق كله عامر بهداك الزبده مع الزيت، داخله فيه مزيان بحال اللي بغينا نديرو الحرشه. وفي هاد الحاله عاد تنبدا نخوي الماء، تنخوي الماء غير بشويه وتنجمع، نجمع غير بالريوس ديال الصبعان ديالي، ما كنتبحنش معاه. نزيد عاود واحد شويه، صافي دابا تنبدا نجمعها. درت غير شويه ديال الماء، صافي دابا ما بقاش غادي نزيد الماء، كتكون شاده راسها العجينه مزيان. انتم شوفوا الكاس كان عامر حتى لهنا، تقريبا شي خمسة المعالق ديال الماء، ما عبرتش من معلقه، كنا عبرت من معلقه باش ندير لكم داكشي مضبوط، ولكن غيكونوا تقريبا شي ربعة ولا خمسة المعالق ديال الماء صافي. القوام ديال العجين دابا هو هذا ما كتشوفوا معايا، دابا ما بقى ليا الا غادي ندلكها مزيان حتى تجمع ليا في يديا هنا صافي. من بعد ما دلكتها مزيان تنشكلها على شكل كره هكا، تيكون العجين ديالها رطب مباشره، ما تنخليها لا تخمار لا حتى شي حاجه. وغادي نبدا دابا نقرصها، نحاول نبسطها، نجبد المدلك
كدير لا زيت لا دقيق لا والو، تنبسط على هذا الورق ديال الزبده بهذا الشكل هذا. بغيتو تبقاو ولا ديروا بالضبط المسمن لا حتى شي حاجه للفطور، هادي ها هي تشبعكم وكافيه مزيانه. ماشي مسمن وبالضبط هما مزيانين، ولكن تيكون الواحد عيان وداكشي يلاه نايض تيبغي شي حاجه يعني سريعه بلا ما يبقى شي يضيع الوقت. المسمن اللي درتيه خاصك تخليه يرتاح، بالضبط خاصك تخليه خمار بغيتوهم يجوكم زوينين. صافي هنايا كملتها، دابا كملت ليها الدكراس. هانتوما شوفوا السمك ديالها تيكون هكا بحال شي طيبيطات السمك ديالها. وغنجيب واحد الفرشيط وتنبدا نثقبها، غنثقبها كامله بهذا الشكل هذا. ها انتما كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما كملتها، ولكن نسيت ما شعلتش على المقله، دابا غادي نشعل على المقله. ها هي نخليها تسخن واحد شويه. المقراج راه هو طاب، ها انتما شوفوا يعني غير الوقت باش درت المقراج طاب. انا هي درت كلشي هذا الشيء هنايا صافي صافي. ها انتما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت ليها هذه الجهه هذه، بغيتو تفركسوها بغيتو تصاوبوها نتوما ممكن تديروا ليها عاوتاني هكا، بغيتو تخليوها كما درتها انا ممكن تخليوها. انا غادي نزيد ندير ليها هكا هذا الشكل هذا. اوكي ها نتوما كيف ما تشوفوا معايا هنا صافي ساليتها، ها هي دابا واجده. غنهزها دابا عندنا المقله سخنات، غندهنها بشويه ديال الزيت هكا، وغادي نوضعها في المقلاه ديالي بهذا الشكل هذا. وهي غنقص عليها النار، وهي على بال ما غادي طيب من التحت انايا غادي نعاود نثقبها من الجهه الاخرى عاوتاني بنفس العمليه. نتابعهم راهم خارجين شويه ولكن ما خارجينش مزيان، انا غنكمل ليهم التقيب حتى التحت ديالهم صافي. غنستمر هكا، هانتوما شوفوا معايا هنا دابا غادي نقلبها من بعد ما كملت ليها التزيين حتى من هنا من الفوق صافي دابا. وغادي نقلبها تكون شدات راسها من التحت. اي فوالا هانتوما شوفوا ما شاء الله شفتوا كيفاش كتجي صافي. دابا غنخليها حتى تطيب من الجهه الاخرى، ولكن غادي نحاول نبرك عليها مزيان من هنا. دغيا كل كوبيكي ديالي صافي. من بعد ما قلبتها شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيبقى. دابا تنحاول نبرك عليها، نبرك عليها من هنا باش تطيب ليا كلها مقاده بحال هاد الجهه تجيني هكا. شرا ليا جاكم واحد هاد الغطايه هكا ديال العود، ها هي هكا نتوما تشوفوا. وتنقلب فيها، قلت لي بغي نمشي عند النجار باش ندير هاد الحرشه، بغي نمشي يصاوبها ليا و البارت فين لقاها هو يجيب ليا هادي. دابا نعاود نسولو فين لقاها ونقول لكم. بالنسبه للاخوات اللي هنا في ايطاليا من نشراها، غنبقى ندير لها هكا دابا تطيب. وراه هو دار اتاي، ها هو اتاي كيغلي اي بريزولامينتا، ها هو جاب شويه ديال النعناع وداك الشيء تخليطه. غنغسلو في ليون ونشي جاكم جبنا في ليون. ها هو صافي راه جاب منه. اوكي غنشللها عاوتاني، غنشلل هاد الشيء دابا وغادي نديرو في البراد على بال ما توجد هادي. وها الفطور واجد باش غنقطعها معاكم وتشوفوها كيفاش دايره. وبيزا طابت صافي، خلينا الا غادي نحيدوها هانتوما. ها هي هاد الشكل اللوراني ديالها وهاد الشكل الاخر ديالها. غادي نحيدها دابا وغادي نوضعها هنايا. ها هي الخبيزه وجدات، اتاي صايبو جاكومو حتى هو موجود. نخلط اتاي ونخليها البراد شريتو من عند قزار، قزار اللي حطيتو لكم اللي كيسكن حدايا اللي درت لكم عنده الفيديو خديتو من عنده هو وداك الاخر الصغيور بجوج. هذا اول مره استعملنا هاد النهار هذا. والخبيزه ها هي غنقطعها معاكم دابا، ها نتوما شوفوها معايا راه كتجي هشيشه. ها شفتوها، شوفوها كيفاش كتجي وكتكون طايبه. شفتوها سريعه في الطياب ديالها دغيا. الوقت باش كتوجدوا اتاي وكتوجدوا كلشي ها هي حتى هي واجده.
دابا غادي ندير لها واحد شويه ديال العسل هنايا الفوق وغادي نقدمه، غادي ناكله انا وجاكم. يلا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وشجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد. اللي اول مره كتزور القناه ديالي ما تنساش تبارطاجي مع الاهل والاحباب والاصدقاء والصديقات ديالها. يلا وصباحكم مبروك، مع السلامه.